أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شاهدوا الآن واحد البادرة طيبة من المجتمع المدني اللي انضمت جمعية سفراء الخير وجمعية النماء. أي بوعار تكون الدرجة نقية زوينة وجيت للمقبرة ديال المسلمين ديال بني آدم اللي كرموا الله، إنسان اللي كرموا الله وسجدات ليه الملائكة، ولما كيموت كيتفن. علاش؟ حيت كرموا الله كيتفن في التراب. كاين اللي كيجي كيكمي فوق المقبرة، كاين اللي كيدير ماء الزهر داك القنينات الزجاج كيلوحهم كيتهرسوا هنا، كيجيو عائلات مع الوليدات ديالهم كيقدر يتجرح يقدر يتصاب شي حاجه. كذلك الاهمال اللي تيكون، يعني كتلقى الزبل، تقدر تلقى شراب، تقدر تلقى شي حوايج. الله يسر، راكم عارفين شنو تيوقع في المقبره. جينا هاد البادره نديروها في سبيل الله، زعما لا نريد جزاء ولا شكرا. بالنسبه للمقابر باش تنقى وتبان وتحيدوا مثلا ما يسكنوش دوك العقارب والافاعي ومشعوذين ويخشوا في شي بلايص. كما كتشوفوا راه هذه غابه، يعني مقبره وسط غابه، كلشي ممكن كلشي ممكن. الله يرحم الوالدين. الانسان ملي تيدخل المقبره تيقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، انتم السابقون، نحن بكم ان شاء الله لاحقا. كيف يعقل انت كتجي هنا وما تتحشمش شي حاجه كتضرك في خاطرك؟ واش انت ما غاديش تموت؟ غادي تموت،